بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة القصص، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. هذا الذي يبتدع شيئا مخالفا للسنة، مخالفا للشرع، فيه اختلاط، فيه كشف عورات، فيه إيقاظ فتن، فيه تحريك شهوات، هذا الذي يفعل هذا الشيء إذا سبق إليه فكأنه داعية له. لذلك قالوا: أشد أنواع الذنوب هي التي تبقى بعد موت الإنسان، يعني أسس ملهى ثم مات، هذا الملهى بقي يعمل مئات السنين بعده، أسس دار قمار، أسس نادي ليلي مثلا، هذا الذنب يموت صاحب الذنب ويبقى الذنب، إذا كل من اقترف هذا الذنب في هذا المكان عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. هي الطامة الكبرى الحقيقة. فالإنسان قبل أن يفعل شيئا فيه مخالفة للشرع، فيه خروج عن أوامر الدين، فيه إضلال للناس، فيه إفساد لعقائدهم، فيه إفساد لعلاقاتهم، فيه إفساد لزواجهم، لأسرهم، هذا شيء خطير. يعني إنسان جرب لبيته بعض الأجهزة الملهية، فإذا أمام مشكلات في أولاده ليس لها حل، فالذي اخترع هذا الجهاز، والذي صنع هذا الجهاز، والذي اقتنى هذا الجهاز، والذي استخدم هذا الجهاز، إلى يوم القيامة يتحمل الأوزار جميعا. لذلك وجعلناهم أئمة، المعنى الواسع لأئمة كل من فعل شيئا فيه إثم أو فيه مفسدة أو فيه إضلال فسوف يتحمل كل النتائج إلى يوم القيامة. من هنا قال الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، نكتب ما قدموا وآثارهم. يعني هذه المرأة الزانية إذا ربت ابنتها على الزنا، وجاء من هذه المرأة جيل من الزانيات قد يعد الملايين إلى يوم القيامة، فكل هذا الجيل في صحيفة هذه المرأة التي ربت ابنتها على الزنا. فقبل أن تفعل شيئا، قبل أن تتخذ حرفة، قبل أن تنشئ مشروعا، قبل أن تجري عادة لم تكن من قبل، ادرسها، عد للمليون. فإذا كان هذا اللقاء على معصية، أو كان هذا المشروع على ضلال، أو كانت هذه التجارة محرمة، أو كان جلب هذه البضاعة يؤذي الناس، قبل أن تفعل مثل هذا فكر مليا. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني حينما اتفق الناس، أو حينما ابتدعوا مثلا أن يجلس العريس على منصة مع عروسه أمام المدعوات، هي سنة سيئة مخالفة للشرع، لأنه يرى المدعوات كاسيات عاريات. كل من فعل هذا من بعده عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. فالكلمة، التجارة، البيع، الشراء، الاجتماع، اللقاء، مشروع، قبل أن تفعل شيئا يجب أن تقيس هذا الشيء بالشرع، لأنك إذا فعلت شيئا فيه إضلال
أو فيه إفساد أو فيه فتنة أو فيه تحريك شهوة، فأنت ممن ينطبق عليهم هذه الآية. ربنا عز وجل قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يعني يدعون إلى عمل يستوجب النار. يعني يجب أن يبقى في ذهنك، ليس معنى هذا أن تكون داعية إلى النار أن تلقي خطبا في الدعوة إلى النار، لا، هذا المعنى ضيق جدا. هناك أناس يدعون إلى النار بخطبهم وألسنتهم ومؤلفاتهم وكتبهم ونظرياتهم، لكنهم إذا قيسوا بالمعنى الواسع لهذه الآية هم قلة. هذا الذي يسخر فكره وذكاءه وعلمه من أجل دعوة الناس إلى الكفر وإلى البعد عن الله، هؤلاء قلة. ولكن الآية تعني أن كل من يسن سنة سيئة هو بشكل أو بآخر من حيث يريد أو لا يريد، يشعر أو لا يشعر، قد دعا إلى النار، صار إماما إلى النار. إذا كنت بطلا كن داعية إلى الجنة، كن داعيا إلى الله عز وجل. الحياة تمضي، الذين دعوا إلى الله ماتوا، والذين دعوا إلى النار ماتوا، ولكن القيامة يوم القيامة هؤلاء في جنة عرضها السماوات والأرض، وهؤلاء في عذاب مقيم إلى أبد الآبدين. فإذا أردت أن تدعو، إذا أردت أن تكون إماما، إذا أردت أن تكون شخصية قيادية، إذا أردت أن تؤثر في الآخرين، فتعرف إلى الله عز وجل ودل الناس على الله عز وجل. وهذه صنعة الأنبياء، ما من صنعة أشرف من أن تكون سببا في هداية الخلق. يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. يعني إذا أردت أن تؤثر في الآخرين، إذا أردت أن تكون إنسان متميز، إذا أردت أن تكون إنسان إمام متفوق، شيء جميل، مطلب مشروع، الإنسان في عنده حب البقاء، لذلك تتزوج. الطعام والشراب يوفر بقاء الفرد، والزواج يوفر بقاء النوع، والأعمال البطولية توفر بقاء الذكر. فإذا أردت أن يبقى ذكرك دائما متفوق قيادي، ما في مانع، تعرف إلى الله عز وجل، وتعرف إلى منهجه، وادعو إليه وإلى منهجه. أما أن يكون الإنسان داعية إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. لذلك في عنا ضال وفي مضل، وفي عنا مهتدي وهادي. ضال مضل، فاسد مفسد، يعني في إنسان وظيفته الإفساد، فاسد مفسد، ضال مضل. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. الإنسان بالدنيا إذا وقع هناك من ينصره ولو على باطل، ما في إنسان بيقع له، هناك أصحاب، أصدقاء، أقران، زملاء، أقرباء، ابن، أخ، بيدفعوا، بيوسطوا، بيوكلوا، تلاقي تلحلحت الأمور. هذا في الدنيا، ولكن يوم القيامة، ويوم القيامة لا ينصرون، ما في أحد معك. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فرد، لو أنك في الدنيا تعد لك أنصار، أتباع، محبين، هذا كله في الدنيا، ولكنك تأتي يوم القيامة فردا لا أحد معك إلا عملك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: يا قويس، إن لك قرينا يدفن معك وأنت ميت، تدفن معه وهو حي، إن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ألا وهو عملك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دعك من حب الناس، إذا أحببت نفسك فقط، إذا بالغت في حب ذاتك، يجب أن تعد لهذه اللحظة عدتها. يعني إخوان كثيرون رحلوا قبلنا،
ونحن على هذا الطريق سائرون. أنت بضعة أيام، كلما قضى يوم انقضى بضع منك، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. فلذلك الإنسان يعني بتربية بناته، بتربية أولاده، بعلاقته بزوجته، بمهنته، ببيعه، بشرائه، إياك أن تفعل شيئا مخالفا للسنة. فإذا كنت ذا شأن وقلدك الآخرون دعوت وأنت لا تشعر إلى النار. المعلم أيام، المعلم له شأن عند طلابه، فإذا فعل شيئا مخالفا للسنة كأنه دعا إلى النار. الأب له شأن عند أولاده، إذا فعل أمامهم معصية وهم على صغر سنهم رأوا أن أباهم قد فعل هذا وهو كامل في نظرهم وفعلوا كما فعل، كأنه دعاهم إلى النار، دعاهم إلى ما يستوجب النار. وجعلناهم أئمة، طبعا هذا المعنى موسع جدا، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. لذلك الصعود مسعد لكن السقوط صعب. المؤمن حياته صعود مستمر لأن ربنا عز وجل يحوطه بالعناية والرعاية، صعود بطيء لكنه مستمر. لكن الكافر قد يصعد في الدنيا صعودا حادا ويسقط سقوطا ذريعا. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. يعني من أصعب الأشياء أن يلعن الناس شخصا في صبحهم ومسائهم، في لهوهم وفي جدهم، في حياته وبعد مماته. الإنسان سمعته متعلقة بعمله، فإذا كان العمل صالحا أثنى الناس عليك. وقد قيل ألسنة الخلق أقلام الحق، يعني علامة المؤمن الصادق أن الناس يحبونه جميعا لأنه محسن. والذي يكذب على الناس، يحتال عليهم، يأكل أموالهم بالباطل، يخدعهم، يغشهم، يظلمهم، هذا يسقط شأنه عندهم، لذلك يلعنونه. ربنا عز وجل وصف النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما أنت بملوم، يعني يا محمد لست ملوما عندي، ولست ملوما عند نفسك، ولست ملوما عند الناس. هذه نهاية العظمة، نهاية الكمال. في إنسان عند الله ملوم، ذكي جدا، بذكائه يسترضي الناس جميعا، لكنه مرتكب معاصي كثيرة، فهو عند الله ملوم وعند الناس محمود. مثلا في إنسان الناس يحمدونه ولكن ينوي لهم نوايا خبيثة، أمام نفسه ساقط، عند نفسه مذموم، ولكن البطولة أن تكون محمودا عند الله وعند الناس وعند نفسك. الإنسان بذكائه أحيانا يستطيع يسترضي الناس، ولكن حينما لا يكون في المستوى اللائق أمام نفسه يسقط من عين نفسه. والإنسان إذا احتقر نفسه عاش حياة شقية. العمل الطيب والمستقيم والصدق والإخلاص يورثان في النفس احتراما للذات كما يقولون، واحترام الذات شيء مسعد. كن واضح دائما في علاقتك، في مبادئك، في أقوالك، في أفعالك. الوضوح يورث احترام الذات. إذن وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. والله هذه هي المصيبة، أن يأتي الإنسان يوم القيامة وهو مقبوح وهو محتقر. ربنا عز وجل قال لهم صغار عند الله، صغار، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، قد ترفع أناسا وقد تخفض أناسا.
ماذا قال سيدنا علي كرم الله وجهه؟ الغنى والفقر بعد العرض على الله. فلذلك هؤلاء يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ربنا عز وجل قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الجنة فيها أشياء لطيفة كثير، فيها من الطعام والشراب ما لذ وطاب، فيها فواكه وهم مكرمون، فيها ما تشتهي الأنفس، فيها أنهار من عسل، أنهار من لبن، أنهار من عسل مصفى، فيها أنهار من ماء عذب فرات، فيها أشجار، فيها حور عين. لكن الأثمن من كل ذلك ورضوان من الله أكبر. قلت هذا في درس سابق، يعني أيام تدخل لبيت يقدم لك من الطعام ألذه، من الشراب أطيبه، ولكن صاحب البيت غائب، تحس بوحشة. أما إذا جاء صاحب البيت ورحب بك وآنسك وقربك، هذا الترحيب وهذا الإيناس وهذا التقريب أثمن عند أولي العقل من كل هذا الإكرام المادي. لذلك الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها أهم من ذلك وهو رضوان الله عز وجل. الآن جهنم فيها عذاب لا يحتمل، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، إلى آخر الآيات. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وفيها أشد من عذاب النار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عذاب الحجاب وعذاب النار عذابان معا، فهذا العذاب ويوم القيامة هم من المقبوحين. اتأمل أنت صور المجرمين بالصحف، صور السارقين، عصابات السرقة والقتل، إذا صورهم المصور ترى وجوه كالحة مسودة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. فهذا اليوم يوم القيامة إما أن يكون لك وجه باسم مشرق، وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. ففي رحمة الله من ابيضت وجوه ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يعني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فالذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إذن ويوم القيامة هم من المقبوحين، يعني الإنسان حينما يصل إلى هذا المستوى الألم الذي ينتابه من دناءته وقذارته وانحطاط عمله ولؤمه وكفره وجحوده وإنكاره للجميل وإيذائه للخلق واستعلائه عليهم وإيقاع الضر بهم، هذا ألم حينما يستيقظ الإنسان لا يحتمل. لذلك ربنا عز وجل قال فما أصبرهم على النار. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. هذه الآيات فيها معاني دقيقة جدا وإن كان هذا لا يبدو في ظاهرها. هذه الآيات تؤكد أن القرآن من عند الله عز وجل، وهذه الآيات دلائل إعجاز القرآن. الإعجاز أنواع، إعجاز في النظم
إعجاز في الشكل وإعجاز في المضمون، وإعجاز المضمون أنواع. أحد بنود إعجاز المضمون غيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنوسع الحديث عن إعجاز القرآن وفق هذه الآيات الكريمة التي تأتي عقب هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.